بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الراوي وداخلين عبد الرزاق سيد رجب سي احمد الراوي والله يرحم المهندس الفقيه نور سويد الحلبي. واليوم راح يصير ختمة قرآن على روحه وروح صاحب المجلس السيد والسيد هاشم السيد احمد الرفاعي الوزير والنائب وشيخ الطريق والرفاعي الصبي. ما علي والله السلام عليهم ما شاء الله عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بالشباب الصوفي اللي ما حضر ما يزور قبر الوالد ما أسلم عليه، لا تزعلون مني. اللي يجي الصيف خاص يزور قبر الوالد أسلم عليه، اللي ما يجي أنا يسمحوا لي، هذا قانون. سيد وتر رفعي قال لي يا ابني اللي ما يزور قبري لا أسلم عليه. فسلام بحر إيه سلام يد اعذروني. السيد يبيكم طالبكم والله. واللي يزور السيد 24 ساعة يومه كله هنا. اسأل أبو حيدر حلفتك بالله اللي يزور ابو يعقوب شلون يومه 24 ساعة. قلناها ابو بكر كل 24 ساعة يا دوما. انت شيخ النعمان كنت كل اسبوع تزور، شنو اللي منعك؟ حبسك حابس الفيل؟ لا تتراجع، الصوفية ما فيها تراجع. السيد يقول شنو لما كانوا دروسه؟ يقول الولي وهو حي اقوى ومريض اقوى من ولا هو ميت. اثبت هجر المضاجع خالف النفس صاروا لها سواح جسم. أيوة. العزيز الذات مشربي. الله الله اكبر. تصوفي اصلي الحمد لله شدي.